بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، برحب بحضراتكم في لايف وبث مباشر. معاكم محمد شلتوت هنا من الضرب الاحمر. يعني واحنا ماشيين كده بالصدفه جينا على ريحه المكرونه بتاعه ام يوسف وريحه اكل ام يوسف وجماله زي ما حضراتكم شايفين. ام يوسف عندها قصه كفاح وعندها الحقيقة قصة كبيرة جدا جدا هنعرفها معاها النهاردة ان شاء الله، وهنعرف تفاصيل اكلها واسعاره يعني الذي لا يقبل. ام يوسف عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ عرفي السادة المشاهدين كده بنفسك الاول يا ام يوسف. انا اسمي هدى الاسد، ده اسمي الاساسي. اسمك الاساسي هدى الاسد. ام يوسف شهرة. ام جوزي مع ولادي زي الفل، احسن عيشه. ففجاه جوزي تعب، يعني جات له عده جلطات ورا بعض، فخليته يعني حالته كان صعب. بس قعدت معاه سنتين، يعني معاه مديله كل وقتي. بس قبل كده بقى لوحدي كده انا جات لي احساس ان انا عايزه اعمل حاجه، لان انا بعرف اعمل اكل كويس. فحسيت ان انا عايزه كده، ما كانش ينفع ان انا اسيبه، كانش ينفع ان انا اسيبه. فكان سبت شغلي وقعدت له، لان ما كنتش مضطره كمان قوي للشغل. يعني انا كنت عاملاها كان انا كنت غاويه بس مش اكتر. يعني بالظبط لو هنقول ادي لك كام سنه بالظبط انا في الشغل؟ لا هنا بالظبط الشغلانه، لا في الشغلانه دي. لا هنا سنه، هنا الوقفه دي سنه. ادي لك سنه. بس لكن في البيت قعدت شغلها برضو، اشتغلتها سنه في البيت. في البيت مشيت كويس قوي وكانت حلوه. بس هو ما جه تعب ما كانش ينفع ان انا اسيبه ويعني ودي وقتي للشغل. خليت وقتي كله ليه. هو جه هو توفى، قعد سنتين تعبان ومات. بعد ما مات بقى قعد سنتين تعبان. قعدنا سنه بقى ايه، عارف الدنيا مش مظبوطه خالص، مفيش اي حد خالص معانا الا ربنا سبحانه وتعالى. لقيت الدنيا هتبوظ، مش هينفع كده يعني، فاهم؟ لازم نفكر في حاجه. عقبال بقى ما قعدنا نفكر ونعمل ايه ومش هنعمل ايه، خدنا الوقت لغايه ما يوسف قال لي يا ماما نعمل نقف تحبيه ونقف تحت ونشتغل. طب ازاي؟ قال لي هنعمل كذا كذا زي اللي بيحصل دلوقتي. فانا في الاول استصعبتها، يعني حسيت ان هي تقيله مش هتنفع، ان انا اقف الوقفه دي هتبقى صعبه ومش هعرف. فقعد يشجعني، فانا حسبتها قلت يلا يا راحت يا جت، استغلي حته ان انت بتعرفي تعملي اكل والناس بتحبي اكل، لان الناس كلها اغلب الناس في الشارع بيدوق اكل حتى من قبل ما اشتغل خالص. يعني لو عامله اي حاجه لازم انزل لاي حد يدوق منها، وكل الناس عارفه اكل. بس نزلت وقفت، ومن اول يوم وقفت لقيت الناس كلها يعني بنفس اللفظ، الناس تقول لي انت كنت فين؟ يعني ليه ما وقفتيش الوقفه دي؟ الشارع ما فيهوش بتوع اكل كتير. فلقيت الناس كلها فرحانه قوي بموضوع وقفتي دي. بس اشتغلت ومشيت كويس والحمد لله، بقى لي داخله على سنه اهو. صباح الخير ان شاء الله. حب كمان الناس واهل المنطقه ليك. كلهم بقى، كل واحد بقى ايه بطريقه، يعني طريقته لان انا مش جايه غريبه عليهم. يعني انا من بنت المنطقه، مولوده، جدودي مولودين فيها، فانا مش غريبه عليهم. اللي بيجيب لي حاجه، اللي رايح جاي حاجه يجيب لي، وهو جاي محتاجه حاجه ناقصاني، اللي راح السوق تجيب لي. سعيد الله يكرمه، هو بقى اللي بيفتح لي العربيه الصبح وحي ازاي، اي حاجه يعملها لي، لندن باظت تعملها لي، تندا وقعت تعملها لي، اي حاجه. يعني كل الناس هنا بطريقتهم، اللي بيقدر يعمل حاجه بيعملها، مش مثلا قصدي بيعمل حاجه بمساعده ماديه، لا يعني حته ان هم ايه حاميني، واقفين معايا، اخويا جنبي. ما اخويا كمان جنبي ربنا يخليه. فتحس الناس كلها ايه حسها معايا. بالنسبه لبقى الاكل اللي عندك يا يوسف بتقدمي يا عزيزي؟ الاساسي عندنا اللي هو الناس كلها حباه، المكرونه وال وكده. بقى كده حله المكرونه وبعدين دي الاساسي. دي ايه دي بقى؟ دي مكرونه مشكله نوعين على بعض. مشكله؟ ايوه. دي بقى بتحط عليها ام يوسف كبده. هم كل الناس هنا بتحبها، بتحطيها عليها، بيحبوا عليها كبده، وفي ناس تحب عليها سجق، وفي ناس تحب عليها البانيه، على حسب، على حسب كل حد اللي بيحبها. يبقى علبه المكرونه عليها يا كبده اسكندراني، يا كبده مقليه، يا بانيه. طيب الاسعار بتبتدي من كام؟ انا سامع ان انت عامله يعني اسعار لا تقبل المنافسه. لا هي ممكن الاسعار من 5 جنيه. ب 5 جنيه؟ والله الطبق ب 5. لا مش الطبق، لو دي بتبتدي للاطفال. الاطفال يعني انا مش هيجي لي طفل عايز كيس مكرونه ب 5 جنيه وهمشيه، مستحيل يعني، مستحيل. ولو من غير ال 5 جنيه ده ما يقدرش يمشي كده. مش يعني ما ينفعش طفل يجي يقول لي يعني امبارح جبت بيقول لنا جعان، تقول له
جبت له صندوق. ناس كمان جنبك معاش فلوس خالص ويوديها. اه كتير. ايوه ايوه. ما هي دي تجاره مع الله. ايوه والله ومش عيب ان انا اقول على فكره. لا يعني يا ريت الناس كلها تعمل كده. آه دي تجاره مع ربنا اللي عايز. لا محدش هيمشي محدش يمشي كده من عندي ابدا. فبتبتدي بقى لغايه من اول علبه لغايه من 10 حسب بقى ما هو عايز. يعني حتى لو واحد جه قال لي انا عايز علبه ب 25 هعملها، لكن هي بتبتدي من ادنى سعر من اول الخمسه الكيس كده للاطفال. طب عايزين يا ام يوسف نشوف برضو انت اكتر طلب بيطلب عندك المكرونه بالكبده. اه اعملي لنا مثلا طبق مكرونه بالكبده مثلا في 25 ولا من كام؟ لا من اه من 25 لو عايز من 35. يعني الناس مثلا عايزه تشوف سعر الطبق ب 25 المكرونه بالكبده على اللي هيطلع لهم. ما شاء الله ما شاء الله. اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين يعني طبق المكرونه بالكبده عند ام يوسف حاجه تاني زي ما حضراتكم شايفين. يعني الان بتقوم بتجهيز طبق المكرونه بالكبده اشهر طبق عندها هنا واكتر طبق بيطلب عندها. يعني زي ما سمعنا كده منها اكتر طلب بيطلب عندها. والطبق اللي حضراتكم هتشوفوه ده بعد اكتماله عامل 25 جنيه. يعني كمان عندها اطباق مكرونه بتبتدي من 5 جنيه. ده ب 25 يا عمو؟ لا ده 35. ده 35 ده من اول 35 هنا. 25 هيقل شويه في نسبه المكرونه شويه. لكن كده بحطها هي هي. المكرونه هتقل شويه. ده من اول 35. لكن في ب 25 هيبقى اقل نسبه. هيبقى اقل نسبه بسيطه. لو عايز ب 20 هعمله ولو عايز ب 15 هعمله. مش بتزعلي حد خالص يا ام يوسف. ربنا يزيدك يا رب ويديك الصحه. طيب قولي لنا بقى عندك ايه تاني غير المكرونه بالكبده؟ في سجق. سجق هو هنا محبوب السجق. ده هنا محبوب قوي قوي مطلوب قوي قوي. يعني لو في يوم ما عملتوش كل الناس تسال على المكرونه. على المكرونه في ناس تحبه على المكرونه قوي. كبده اللي هي برده. تعالى اوريك بقى ورينا بقى كده يا ام يوسف. ورينا ايوه. ده عندك الكبده المرده هنا. دي الكبده المرده دي بتتباع سندوتشات ولا ايه؟ سندوتش ب 15. 15؟ صغير ب 10. وخلي انت شعارك بقى خلي الفقير ياكل يا ام يوسف. خلي الاطفال اهم حاجه عندي الاطفال. اهم حاجه الاطفال. مش طفل يجي ويمشي. ودي فراخ بانيه دي ولا ايه؟ بانيه بلدي. بانيه فريش ده. ما انا لاحظت. بكام بقى البانيه ده؟ القطعه ب 15. قطعه ب 15 ما شاء الله ما شاء الله. مكانك فين بقى يا ام يوسف؟ قولي لنا مكانك فين بالظبط؟ هنا شارع عبد الله الجويني الدرب المحروق الدرب الاحمر. شارع عبد الله ايه؟ الجويني. الجويني؟ الدرب الاحمر. الدرب الاحمر. بتنزلي كل يوم ولا يوم ويوم ولا؟ لا بنزل كل يوم بس ساعات بقعد يوم الاثنين ما بنزلش على حسب. لو انا يعني بتبقى ساعات كنت تعبانه او حاجه ما بنزلش. من الساعه كام بتنزلي؟ من الساعه كام؟ من 10 بفتح 10 ل 10. من 10 ل 10. ربنا يرزقك يا رب ويزيدك. انت الحقيقه من السيدات الفاضلات المجتهده اللي تستحق الدعم مننا وتستحق الحقيقه. جاي لك تحيات كتير من الساده المشاهدين. يعني الحقيقه سيده مكافحه وتستاهل مننا كل الدعم. فبنشكر حضرتك جدا جدا. وانا سعيد وفخور بيك ان انا كنت معاك النهارده. وبنقول لك كملي في مشروعك وان شاء الله يكبر اكتر واكتر باذن الله. انت ست مكافاه يعني مكافاه وتستاهلي كل خير. ربنا يخليك يا ام يوسف. عايزه تقولي حاجه اخيره؟ عايزه اقول لك شكرا ليك. يعني اعزائي المشاهدين مشاهدينا في كل مكان مشاهدي ابو كبير ميديا زي ما حضراتكم شفتوا كنا عند السيده ام يوسف يعني اشهر بائعه مكرونه ومأكولات شعبيه هنا في الدرب الاحمر. والحقيقه السيده مكافحه وفاضله وتستاهل كل الدعم وكل الخير. والطبق عندها بيبدا ب 5 جنيه ب 5 جنيه طبق المكرونه عندها وشعرها خلي الفقير ياكل. مشاهدينا